طرحوا هاي الإحصائية لغة الأرقام هاي كتير حلوة، هاي
هاي بتقول لنا إنه إحنا بعد شوي رح يتزايد على السكان، بعد شوي رح نواجه مشكلة كبيرة اللي هي ازدياد كبار السن والأمراض اللي عم بتواجههم زائد احتياجاتهم. إحنا في الإحصاءات بروح نسأل عندكم طفل صغير ولا عندكم مسن، لأنه النيدز بتختلف فعلى الاحتياجات تاعتهم بتختلف. فعشان هيك إحنا هون اللي اقتصادنا إنه ازدياد كبار السن بالأردن مما يؤدي إلى ازدياد الطلبات والحاجات والعلاجات وفي العالم إن شاء الله كثيرة راح يكون في أنماط حياتهم. منظور الشيخوخة طبعاً هي زي ما بنعرف تغيرات فسيولوجية طبيعية تظهر على الإنسان مع مرور الزمن لأنهم قدروا يوصلوا الأمر، قدروا يستنسخوا بس ما قدروا يوقفوا مراحل تقدم العمر، صح؟ ما قدروش يوقفوها. يعني معنى آخر صح في إعداد تجميل وإلى آخره، ولكن هذا التقدم بضل ماشي وهي التغيرات بضل ماشي، مع إنه الآن المنظور العالمي والدراسات الحديثة لو نطلع لها بتقول إنه التعريف الجديد للمسنين إنه إحنا طبعاً في الأردن نعتبره more than 60 أكثر من 60 سنة هو مسن، ولكن بيقولوا هلا المنتلي والفيزيكالي ويل يعني عقلياً هو oriented ناضج وواعي وجسدياً ما عنده أمراض هو مش منتلي، لأنه إحنا شايفين قادة البلد شايفين اللي عم يدير إلى آخره، معناته عندها وعي وهذا العمر هو عمر عطاء بيقول. لكن في تغيرات كثيرة بتصير مع مرور الزمن لسه هاي الأشياء هي دراسات وبتطور عليها شغلات كثيرة. زي ما قلت الدراسات عم تثبت إنه ازدياد المسنين بالعالم كله عم تزداد، وعلشان هيك هذا الحكي عم بيؤدي لإما نواحي، في عندنا نواحي سلبية وفي نواحي إيجابية ولها تأثير على المسنين. في تغيرات نفسية وعقلية فسيولوجية اجتماعية صحية. نفسيا نلاحظ إنه في عندهم هدوء، كثرة التعبر، تصرفات عقلانية، تلاقي حكمة، رجاء العقل، رغبة في العيش الهادئ، هاي الأشياء اللي نفسية. الفسيولوجية بنعرف كل التغيرات اللي بتصير سواء على الأسنان، على الجلد، على ساعة النوم، على العضلات، الذاكرة. تغيرات اجتماعية، التغيرات الاجتماعية إنه إحنا يعني خلينا نقول بدأت تظهر عندنا فكرة جديدة، وهاي من الاستراتيجية للبلد اللي بدأت توعالها، وهذا كتير إشي حلو إنه هو دور الرعاية النهارية للمسنين. يعني أنا زرت مركزين، واحد انفتح في دارات سوير شمة، واحد مركز عندنا خاص لست هيفا البشير بديره. هدول المراكز لما رحت عليهم لقيت إنه المسن يعني عماله تقضي يوم كيف الطفل بتوديه على الحضانة وبترجع الساعة 5، عم بيتعامل مع أقران، عم بيعطي، عم بيدش، إذا بيعمل أي شيء ممكن إنه يستفاد منه. فهذولا الديكير أو الدربي اللي هم دور الرعاية النهارية للمسنين هذا كان توجه من سمو الأميرة منى وكثير شجعت عليه وحاولت إنه يعني يبدأ هاي الاستراتيجية تبدأ في البلد، وبالفعل إنه يعني كانت إشي كثير كويس. لكن هل نقول ملاجئ أو هاي دور رعاية المسنين هي سلبية ولا إيجابية؟ أنا بالنسبة لي من وجهة نظري والاهتمام بهذا الموضوع أنا بعتبرها إيجابية. ليه؟ لأنه بدل ما المسن يكون متعرض مثلا للإهمال، متعرض لمرمي الشارع، ما له مكانة، يعني الأبيوز بشكل عام، فعلشان هيك لا خلي هاي الدور هي اللي تقوم بإيوائه ورعايته. فتغيرات اجتماعية كثير بتظهر، واحنا بنعرف الترمل الشعور بالوحدة اللي هم بنعتبرهم سنجل بيرنت فاميليز، هذول عليهم دور كبير. تغيرات صحية، الصحية زي ما احنا شايفين كثير بتأثر عليها جسديا ونفسيا، ومعظم المصابين لأنه احنا في الأردن زي دول العالم كلها أكثر شيء عندنا أمراض القلب والسكري حسب دراسة أجريت للدكتور كامل عجلوني، هو إنه 67% من سكان الأردن معرضين للسكري، يعني كلنا حيين سكريين يعني معنا، لأنه اللايف ستايل تاعنا، نمط الحياة تاعنا هو نمط بصراحة هو اللي عماله بزيد هاي الأمراض. طبعاً بناء على كل اللي ذكرناه من تغيرات اجتماعية نفسية جسدية كلها أثر فأدى إلى إنه نكثف الجهود لتصير رعاية
يصير في مقر يعني في مكان أسرتهم وبين أهلهم. شو دورنا إحنا كرعاية تنظيفية؟ نخطط لزيارات منزلية لمتابعة حالة المسن. وعجبني فكرة الدكتور لما ذكر بالطفيلة كيف بيروحوا لعند المرضى أو المسنين، ودراسة احتياجات المسن نحط له خطة، ومن ثم نشتغل على هاي الاحتياجات بينه وبين أقاربه، ما بنفصله عن أهله حتى لو كان بدور الرعاية، المفروض إننا نتواصل كمان معه. إذا في أي مشاكل بنقدر نحلها، وبنحاول قدر الإمكان الإرشاد النفسي والصحي نعمل له تقييم شامل للعملية التمريضية. بدور الرعاية نأخذهم على دارات سمير شمام، نأخذهم على دار الضيافة للمسنين بالجويلة. تخطيط لرعايتهم إشراف وكثير مسكوا إدارات التمريض واشتغلوا على الفعالية بطريقة صحيحة، وإذا في مشاكل في الدار بيساعدوا في حلها ووفروا وسائل اتصال سهلة بين الإدارة العامة. دور إشرافي، إحنا بنشرف على المسن اللي يكون في مكان مريح ونظيف، زائد الأدوات اللي بيستخدمها والأشياء اللي إذا في حواليه مخاطر، لأن المسنين بيتعرضوا لمخاطر كثيرة. دور وظيفي، إحنا في الرعاية بنهتم بالنظافة الجسمية، زائد الترتيب مهم للمسن، الإنفورسمنت الحوادث هاي كمان مهمة له قدر الإمكان خليه يعتمد على ذاته. المجتمع بنحاول إننا نركز على الكشف عن الأمراض، زائد توجيههم وتقديم خدمات لهم بالمساعدة مع الوزارات والكوميونتي ريسورسز المصادر للمجتمع. بالنهاية التغيرات اللي بتصير في كل البلاد تجاه الستيجز الأعمار، بنلاقي إنه المنظومة الصحية والاجتماعية بتستدعي توجيه المزيد من الجهود لفئات كبار السن. لازم يكون في توجيه كتير مهم، زائد بيعتبر تمريض صحة المجتمع من العلوم الرائدة والفاعلة في إيصال خدمات لكبار السن. بس بدي أحط هاي الصور اللي إحنا بالفعل نشتغلها. عملنا يوم طبي للمسنين، قياس الحرارة والضغط والنبض إلى آخره، كيف التعامل مع المسن، وأخذ أساساً المسن لما بتقرب عنده بتاخذ له ضغطه كتير بيرتاح نفسياً، ما حدا عم بيهتم فيه إنه حد عم يقيس له ضغطه، فهذا الشيء كمان راحة نفسية لإله. الشيء الثاني، العناية بالمسن، بعرف معظم المسنين لا بيقدر يقلل أضافه ولا بيقدر يشتغل على بيرسونال هايجين، هذا الدور من باليتيف كير، هذا دور إنه ما بعرف منك، ما ببعد عنك، بتعامل معك بطريقة صحيحة. كيف العناية بالقدمين، زائد مع الإرشادات وتوضيح كيف التنظيف ما بين أصابع خصوصاً مرضى السكري والسكر في الدم والجسم المضيئات، وهذا كله من الأشياء اللي بنركز عليها في منهجنا. نسبة السكر، الإرشاد كيف نرشدهم، تعليمهم، بلا تقول في بعض الليترشر بتقول تعليم الكبار السن صعب، ناس تقول لا تعليمهم سهل، لا معظم الدراسات تقول تعليمهم سهل، سهل يتعلم، حتى لو أخذت الملابس وعلمتهم عليه بيقدر يتعلم. ضل التثقيف لهم كثير مهم، حول أخذيتهم أدويتهم لأنهم بيخرجوا فيها، كيف الطرق اللي ياخذوها، حتى بنعمل كلندر صغير بفهمهم عليه انهم كيف ياخذوا دوائهم. كيرينج باي تاتش، لكن في كلتشر معين واحنا هون هذا الكلتشر المفروض من قابل التاتش للتغليف. زائد الريكريشن، هواياتهم، لانهم بالدول الاوروبيه معروف انهم بيربوا الحيوانات، احنا هون يس عندهم الزراعه وربيهم حيوان بيقدر يحكي مع البسه ويحكي مع الدجاج والى اخره، ليه؟ لانه بده حدا يحكي معه ويفرغ اللي داخله، وهذا بلد. ادارات سمير شمه كمان رحنا عليهم وقدمنا لهم الرعايه